شو سافرت وليش؟ هو ترى ما حد، احنا العراقيين ما حد اختار يسافر يعني بمحض ارادته. انت شو سافرت اي سنه؟ 2003 نهايات 2003. اي بس مو هواي ناس سافروا ب 2003، كنا بعدنا مستغربين. ايه طبعا الوقت. سافرت بالوثيقه، الجواز طلعته بسوريا من السفاره العراقيه. سافرت اول شيء لسوريا. سوريا. زين ليش هيك استعجلت يعني؟ مو هواي ناس سافروا بهالفتره. يعني بصراحه صار شيء تهديد بحقك؟ لا 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 لا, لا ليش واحد يكذب او كذا، لكن انا قبلها كنت بصراحه جندي يعني صغير، يعني واحد ما شاف شيء من الحياه. دخلت حروب لو كنت فقط مجند؟ يعني هي اخر حرب، الحرب الامريكيه، حرب الكويت. لا لا وين ترى، مو 82 82 نعم لبست نهايه 99 يعني اتذكر احنا الوجبه الاولى نهايه 99. فبهاي الفتره النفسيه كانت تعبت. واحنا سابقا يعني حتى يعني قبل السقوط كنا نتردد على حكمه واستوديو، الف تحيه استوديو حكمه اللي هو كان المتنفس مثل ما كان الاستوديو مالتنا بسوريا اللي دائما احن اليه يعني. ف بهاي الفتره سافرت بعض ناس، انا كانت بصراحه الناس اللي سافروا وياي كانت الوجهه الى لبنان. كنت بقرر ما ترجع انت مو؟ والله ما كنت، لان هاجرت وراها بلجيكا او هولندا. اكو خوف الهجره، ترى اتخاذ قرار السفر مو سهل. يعني انا هسه من اتذكره اعرق. يعني اني والله العزيز لو ودعت والدتي ولو ودعت ابوي. شلون طلعت؟ طلعت ابكي ومنهار وواحد مشمور من السماء للقاع. ورش قش شفتهم وراها؟ يمكن بالحادث مال جسر الائمه، لان قلقت جدا. هم كانوا دائما يخابروني لا تجي الاوضاع مو زينه، انا قلت لا اللي جاي. فرجعت أتذكر يمكن 20 يوم أو 15 يوم وسافرت بعدها، ورحت سافرت بعدها. من رجعت العراق 2012 مو 13 كنت مسافر بال 2010 إلى بلجيكا. صار بسرعة قرار العودة لو شلون صار؟ رحت لبلجيكا وبعد سوريا شفت صار عليها للأسف. طبعا سوريا البلد اللي احتضن العراقيين. احتضن العراقيين، يعني بلد زين. شلون صارت الرجعه؟ شلون كانت مشاعرك انت؟ هي ماكو لحد الان بصراحه لا روحه ولا رجعه مثل ما نقول. يعني الى الان انا ابحث عن قرار الاستقرار مثل ما يعني لو اختار يعني اخذ عائلتي ونعيش برا اوروبا وخلاص، لو ابقى هنا يعني. ما عندك جنسيه غير العراقيه؟ لا عندي. اي دوله؟ البلجيكيه. بلجيكيه.